أخرج الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات المكتوبات، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي رواية: والعمرة إلى العمرة. فهذا الحديث دل على أن هذه الأعمال تكفر على الإنسان ما وقع فيه من الذنوب والخطايا. الصلوات المكتوبات هي الصلوات الخمس المعروفة، فالإنسان إذا مثلاً صلى الصبح في جماعة ثم بعد ذلك أحدث من الذنوب والخطايا ما أحدث، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الإنسان بقع في ذنوب ومعاصي، لكن جاء صلى الظهر برضو في جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: ربنا يغفر له ما بين الفجر إلى ما بين الظهر، وهكذا من الظهر إلى العصر، وهكذا في جميع الأوقات. وقل مثل ذلك في رمضان، واحد صام رمضان الفات وأحدث ذنوب ومعاصي خلال السنة، وجاء صام رمضان ده، ربنا قال لك يتجاوز عنه ويغفر له ما بين الرمضانين. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضبط ذلك بضابط، قال: إذا اجتنبت الكبائر، بس تبعد من الكبائر ربنا بيغفر لك ذنوبك دي كلها. أن ربنا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالإنسان يجتنب الكبائر ويبعد عنها. وأكبر كبيرة على الإطلاق هي الإشراك بالله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله عليهم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. أول حاجة بدأ بالإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الشاهد أن أكبر كبيرة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منها الصحابة، الإشراك بالله تبارك وتعالى. فإذا كان ذا النبي عليه الصلاة والسلام بحذر الصحابة الكرام اللي هم أولياء صالحين كلهم رضوان الله عليهم، وبعد ذا بحذر من الشرك بالله تبارك وتعالى، فما بالك بينا نحن في هذا المجتمع وفي هذه الأيام التي عم فيها الشرك في أغلب ربع هذه البلاد. لذلك لابد أن تعرف ما هو الإشراك بالله أول حاجة، وتعرف خطره وشنو ذاته. الإشراك بالله تبارك وتعالى هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له مثيل وشبيه إما في الأفعال أو الصفات أو غيرها. وده شرك أكبر مخرج من الإسلام، والله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك. أي حاجة ربنا بيغفرها لا إن شاء، لكن الشرك بالله تبارك وتعالى الله عز وجل ما يغفره. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعاقبة الشرك بالله، الزول اللي بيشرك بالله عاقبته شنو؟ بيخش النار، الجنة ما عنده. عشان تعرف مين هسي الناس ديل، بينبهوك على خطر عظيم. الناس ديل داري لك الخير، داري لك الجنة، الناس ديل دارين ينقذوك من النار، دارين يدخلوك الجنة. لأن الله تبارك وتعالى قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. حرم يعني شنو؟ يعني منع، ممنوع على المشرك إن يخش الجنة. فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لذلك هذا الشرك عنده أقسام وعنده أنواع. من أنواع الإشراك بالله تبارك وتعالى أن تنادي غير الله، وأن تستغيث بغير الله،
وأن تدعو غير الله، كان تقول يا فلان الحدني وابزعني، زي ما قال البرعي في كتاب ليك سلام مني في الصفحة 119، قال الناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. قال لك إذا حصلت مشكلة في البلد ما تقول يا الله ما بيلحقك، لا قول يا إسماعيل. إسماعيل لواحد مدفون في اللبيض، مدفون في اللبيض هنا في السودان، وقبته وقعت ذاته في الخريف الفات والقبل، قبته زادة وقعت، هم زادوا ما قادرين ينفعوا نفسهم، كيف ينفعونا نحن؟ نحن ننادي كيف زول ضعيف زينا؟ ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أنت بتنادي في زول أصلا ما فاضي لك ولا سامعك زاده، ربنا قال ولو سمعوا، ولو حرف امتناع لامتناع ما هيسمع، لكن لو فرضنا جدلا أنه سمع ما استجابوا لكم، ما بيستجيب لك، لأنه اللي بيستجيب الدعاء منه. والله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرج الترمذي، قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا برعي ما قال لك نادي، ما قال لك نادي إسماعيل، ده ضلال، ده شرك بالله، ده بوديك النار. كرام البرعي ده بوديك النار، كونك تقول يا إسماعيل الحقني، أو يا الكباش الحقني، أو يا المكاشفي، أو يا ود بدر، أو غيره، ده بوديك النار. لأن الله عز وجل في الآية دي قال لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما بيستجيب لك برعي، ما بيستجيب لك كباشي، ما بيستجيب لك صايم ديبة، ما بيستجيب لك حمد النيل هنا، ما بيستجيب لك. ليه؟ ربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ربنا سماه شرك بالله، فأنت كيف تنادي غير الله؟ ولذلك نحن نحذر من الصوفية. ليه؟ لأنه الشرك بالله تبارك وتعالى ما انتشر في هذه البلاد إلا عن طريق دخول الصوفية للسودان، لأنه زمان الدين لما دخل للسودان كان صافي، دين الصحابة رضوان الله عليهم، وكما الناس بيقروا في الكتاب الصف الثالث لعله إنه الدين دخل عن طريق الصحابة، دخلوا عبد الله بن أبي السرح وجاء في الشمالية في منطقة ناوى لعل عمل اتفاقية البخت، وعنده مسجد إلى الآن، مسجد عبد الله بن أبي السرح إلى الآن في تلك المنطقة يرمم ويصلح، وإلى الآن مسجد قاعد، عشان ما يغشك يقول لك الصوفية هم تدخلوا الدين في السودان، لا كده أنت بتغش وبتزور في التاريخ. الدين دخل عن طريق الدين دخل عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم، والصوفية معلش قل لي دخلوا الصوفية الكشاكيش معك، دخلوا النوبات أيوة، دخلوا الرقيص أيوة، ده شغل الصوفية، دخلوا الشرك بالله، دخلوا القباب، بنوا الأضرحة، ده شغل الصوفية، شغل ما عنده علاقة بدين الإسلام، لأنه دين الإسلام ما فيه نوبة، ما فيه كشاكيش، ما فيه رقيص. ربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب،